آدم، ايه يا ادم؟ انت يا ابني مش اتفقنا يوم المستشفى ان انت هتكلمني وتطمني عليك؟ ما وفيتش بوعدك ليه؟ ما انا كلمتك اهو يا باشا واتقابلنا، وانا جبت لك اللي انت طلبته. اتفضل. متشكر يا باشا، بجد متشكر. بس دي بقى هتفضل معاك، وهطلب منك طلب تديها لاخويا يحيى وتقول له ادم جاب لك دي. ماشي. طلبت تقابلني ليه يا آدم؟ وبعدين مال صوتك؟ في حاجة غريبة كده مش مريحاني. باشا أنا قررت أسلم نفسي. أول مرة أنت تقولها وأنا ما كنتش مقتنع بيها، عشان الحاجات الكتيرة قوي اللي كانت جوايا اللي كنت عايش بيها ومصدقها ومآمن بيها، فجأة اتأكدت إنها ما بقتش موجودة في البلد دي. انت لسه متأكد دلوقتي يا باشا؟ احنا بقى اتولدنا متأكدين، ومتأكدين اكتر ان اللي زينا لازم يمشي على جنب. على فكرة يا ادم، انا من نفس الجنب اللي انت منه، بس مش باين عليا. نسيت ولا الغنى بقى؟ انا اول مرة استجدع ظابط. مش عارف ليه يا باشا، من واحنا صغيرين كده اتربينا ان احنا اول ما نشوف ظابط نخاف، مع اننا ما بنبقاش عاملين حاجه. ولا لما اخد الفيسبوك بتاعتي ولا نفسي قربت على كمين احس ان انا عايز اجري، وادعي ان اليوم ده انام في بيتنا، مع اني برضو ما عملتش حاجه. مش عارف ايه، احنا اتربينا غلط. مش عارف ايه هشام بيه، الحاجات الكتير قوي اللي انت عملتها معايا دي ما يعملهاش غير واحد ابن حلال. ده غير ان انا عرفت كمان ان انت توقفت بسببي، واهلي اتاخدوا بسببي. على فكرة يا ادم، عاوز اقولك على حاجة. اوعى تفتكر ان انا ممكن اعمل اللي انا عملته ده مع اي حد. لا يا ادم، انا ضابط امن دولة، يعني بفهم في معادن الناس كويس قوي، بعرف افرق.